يا رب صبرني واجبر كسر قلبي. هذا التعليق أو التعليق من السيدة زينب زوجة شهاب جوهر بعد خبر زواجه من إلهام الفضلة. يا جبل ما يهزك ريح وانا اللي ارتحت. أول تعليق من الإعلامي خليل التميمي بعد خبر زواج إلهام الفضلة بعد انتهاء عدتها مباشرة من شهاب جوهر. تهديدات بكشف المستور وفتح فيديوهات ورسائل صوتية ومستندات إذا لم يبتعد عنها طلقها. تابعوا معنا التفاصيل وسبب طلقها الحي الذي ذكرته في الفيديو. بعد أن أعلنت الفنانة والممثلة الكويتية إلهام الفضلة خبر زواجها من الفنان شهاب جوهر، تحدثت عن الضجة التي صاحبت إعلان طلاقها من زوجها السابق وكتمان نبأ ارتباطها بشهاب جوهر مؤخرا. نعم كنت امرأة منفصلة ولا أتكلم عن طلاقي ولا على سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية التي كنت عايشها. صبرت وصبرت وجاء اليوم اللي اتخذت فيه قرار صحيح عشان احافظ على بناتي. ذكرت الفنانة الكويتية اسباب الطلاق. صحيح عشان احافظ على بناتي حق العنف الاسري. ذكرت إلهام الفضلة ثلاث أسباب للطلاق من زوجها الإعلامي خليل التميمي. أولا هو العنف الأسري وما يندرج تحته من سب وضرب وقصف. ثانيا الحفاظ على بناتها لأنها كانت تعيش حياة مأساوية. الفنانة إلهام الفضلة أجرت مقابلة منذ 9 أشهر عبر قناة الـ NBC. زوجي لحد الآن يعاملني أنا صغيرة، لحد الآن يعني هو اللي حسسني في هالمعاملة، في نفس الوقت أنا ويا ربع يعني أصدقاء، يعني هو الزواج مو بس زوج وزوجة، هو في صداقة تصير بينه، يعني تخلين قلب زوجك يفتح قلبه حقك في كل شيء، فهذه العلاقة اللي بيناتنا يعني أنا للحين أمشي تحت جناحه يعني أنا. هذا الفيديو الذي يثبت أن هناك تناقض تماما في كلام الفنانة إلهام الفضالي عن سبب طلاقها وأن هناك عنف أسري ونحط تحته خط أحمر. تساءل أحد المتابعين من هو الأول الذي كشف هذه الزيجة السرية. الإعلامية الكويتية مي العيدين هي التي سبقتهما بإعلان خبر زواجهم. ألف مبروك زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر. سألها أحد المتابعين ليش هي مو متزوجة، فقالت اتطلقت برمضان وهو طلق أيضا برمضان. واليوم ومنذ دقائق ظهرت للمرة الأولى زوجة الفنان شهاب جوهر وترد وتعلق على خبر زواجه من إلهام الفضلة. ردت السيدة زينب الموسوي زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر على ارتباط زواجه من إلهام الفضلة برسالة قصيرة تدعو فيها الله أن يساعدها، كما طلبت من الجمهور مساندتها. يا رب صبرني واجبر بخاطري وكسر قلبي، دعواتكم لي لك الحمد ولك الشكر يا الله. تلقت زوجة الفنان الكويتي المساندة والتعاطف والتضامن من المتابعين، مشيرين إلى أنها تعرضت للظلم من زوجها والفنانة إلهام الفضلة، فيما طلبها البعض بعدم إظهار ضعفها، معلقين بأن زوجها هو من خسرها وليس العكس. ورصد آخرون من المتابعين وجود العديد من المنشورات التي تتغزل فيها زينب بزوجها شهاب جوهر وتعبر عن حبها الكبير له. بعد أن قامت بتهديده إذا لم يبتعد عنها فلديها فيديوهات ورسائل صوتية ومستندات تؤكد إدانته، وإذا قامت بنشرها سوف تحدث قنبلة في الكويت والدول العربية. فكان له رد فعل غريب، فقد نشر صورة له أو فيديو وهو في حمام السباحة. يا جبل ما يهزك ريح. وكان هذا رد الفعل الأول على خبر زواج طليقته بعد انتهاء العدة مباشرة. كما هددت الفضالة بنشر فيديوهات ومعلومات قد تفجر قنبلة في العالم على حد قولها في حال إذا استمر الهجوم عليها، مؤكدة أنها تعرضت للعنف الأسري، وقالت في حد الفيديوهات أنها قررت الانفصال من أجل حماية ابنتها ونفسها.
أما الفنانة هيا الشعيبي فقد نشرت تعليق تضمنت فيه مع طليقها وقالت له إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف، مع بعض الفيديوهات الأخرى التي تضحك فيها دون أن تظهر أي شيء. وفي غصون ذلك دقائق معدودة رد خليل التميمي طليق الفنانة إلهام الفضالة على زواج الممثلة وتصريحها الأخير ضده من خلال فيديو قال فيه أنا اللي مرتاح. لكنها وصفت الفنانة إلهام الفضالة بشكل غير مباشر بأنها عقرب رملة.